ما هو معنى اسم يوسف؟ اسم علم مذكر توراتي الأصل، ذكره ابن منظور في معجم لسان العرب بثلاث هيئات: يوسف ويوسف ويوسف، ويمكن أن يكون بالهمز أيضاً يؤسف، وهو في المعجم بمعنى تشقق الشيء بسبب الزيادة فيه، فمعناه متصل بالزيادة والمضاعفة، كما أنه اسم نبي الله يوسف بن يعقوب عليه السلام، والذي ذكرت قصته في القرآن الكريم في سورة خصصت باسمه، وهي سورة يوسف. ورد لفظ يوسف في القرآن الكريم في 26 آية قرآنية، حيث قال الله تعالى: لقد كان لكم في يوسف وإخوته آيات للسائلين. من تعرف من أقربائك وأصدقائك اسمه يوسف؟ ادعوه في التعليقات لمشاهدة الفيديو.